تسمع طبعا ان ما تشربش بيبسي، مظبوط، ده ممكن يبوظ لك عظمك، يزتتك العظم، مظبوط. برضه بنتكلم في الموضوع. طيب احنا دايما بننصح الاطفال ان احنا نبتعد عن اي حاجات فيها صودا، مش بس الحاجات اللي هي يعني بيقولوا لي حاجه سودا ما تشربهاش، واشرب الحاجه الفاتحه، ده مش مظبوط. اي حاجه فيها صودا، صودا، بيبسي، سابت، اي يعني وات ايفر، ايه اللون يعني، كلها حاجات بتساعد على لين العظام عند الاطفال لانها بتاثر على امتصاص الكالسيوم في العظام، فاحنا ما بننصحش بيها خالص. نزود عليها كمان بقى الحاجات المحفوظه زي الشيبسيهات والحاجات اللي زي كده، كلها بسبب المواد الحافظه اللي فيها برده بتاثر على امتصاص الكالسيوم في العظم، وبرده كلها بتعمل لين عظام عند الاطفال. ازاي بقى الام تقدر تتجنب الحاجات دي بمأكولات معينه او بشرب مثلا حاجات معينه؟ ازاي تقدر تتجنب؟ احنا في اي ام ممكن تكون حامل وهي مريضه بمرض عظام، ممكن المرض ده ينتقل للبيبي؟ لا، هو مش هينتقل كمرض وراثي، بس هو هينتقل نتيجه اللايف ستايل الغلط. يعني لو الام مش واخده بالها من صحتها في فتره الحمل، ما بتاخدش اكل فيه كالسيوم، ما بتاخدش كالسيوم وفيتامينز في فتره الحمل، هي بالتالي برضو لما تخلف هي مش هتهتم بالكالسيوم بتاع ابنها، فهينتقل له مش انتقال وراثي، ولكن هو بس نتيجه اللايف ستايل الغلط للعيله. اوكي،